ديالنا. السلام عليكم أصدقائي متابعي قناة الكونسات، أهلا وسهلا بكم في شرح جديد ومفيد كالعادة إن شاء الله. إذا كنت من الزوار الجدد للقناة لا تبخل على الاشتراك والضغط على الجرس ليصلك الجديد من الفيديوهات المميزة إن شاء الله، وانضم إلى أسرة التكفونسات. فيديو اليوم كالعادة قصير ولكن مفيد جدا لمن يريد متابعة مباراة أتلانتا وريال مدريد في عصبة الأبطال الأوروبية. سوف نريكم اليوم فيد الخاص بالمباراة وكذلك شفرة الفيد لمشاهدة المباراة مجانا على قمر أوتيلسات 3. لمن لم يلتقط قمر أوتيلسات 3 فلقد وضعت فيديوهين على قناتي شرح كيفية التقاط قمر أوتيلسات 3 قمر الفيدات الخاصة بقنوات البي ان سبور. سوف يكون هناك تعليق انجليزي وكذلك هناك تعليق عربي. سوف تكون نفس الشفرة لمن التقط فيد الذي سنريكم التردد الخاص بالتعليق العربي وكذلك الفيد الخاص بالتعليق الانجليزي. اصدقائي كي لا اطيل عليكم سوف نريكم الفيدين وكذلك شفرة الفيدين إن شاء الله، فابقوا معنا. إذن أصدقائي الفيد الأول كما تلاحظون هنا فهو لـ 10977 هوريزونتال 7500، وهناك فيد ثاني سوف يكون في 10988 أش أي الهوريزونتال 7500. قوة الإشارة كما تلاحظون نحن نتواجد بوسط المغرب فهي ب 32 فهي إشارة جيدة بالنسبة للفيدات. سوف نريكم الآن أصدقائي شفرة الفيد الخاص بهذا التردد، وإن شاء الله سوف تشتغل على هذا التردد كذلك بالتعليق العربي إن شاء الله. إذن أصدقائي هذه هي شفرة الفيد أصدقائي كما تلاحظون، شفرة الفيد لمتابعة مباراة أتلانتا وكذلك ريال مدريد. أصدقائي متابعي قناة الكونسات، كل هذا ما لدي في شرح اليوم، أتمنى أن أفيدكم في هذا الشهر. لا تنسوا مشاركة الفيديو مع أصدقائي ليستفيد الجميع. شكرا لكم على المتابعة وإلى فيديو آخر إن شاء الله.